سفيان، سعيد بن مبارك الوهيبي مضمرها على المركز الثالث، وفي المركز الرابع بشاير المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سالم بن فاران المري مضمرها على المركز الرابع الآن، بينما المركز الخامس هناك مقصصة المملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يضمرها على المركز الخامس. انتقل إلى المركز السادس وإلى السبعة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وسعيد بن عبيد بن مروشد يضمرها على المركز السادس الآن. بدوري أنتقل سابعا وإلى الشهامة المملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني. سعيد بن راشد الزعبي هو يضمرها في المركز السابع بدور المركز الثامن الآن، والتدخل القوي من قبل شديد على المركز الثامن المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سالم بن فاران المري يتابعها على المركز التاسع، الدخول من قبل شنذار المملوكة لهجن الرئاسة، وهناك حمد بن راشد بن غدير التدخل من قبل شنذار على المركز الآن التاسع وعاشرا شهد. ويا محلى طعم العسل مع شهد على المركز العاشر المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، هو يتابعها على المركز العاشر. النداء الأول أيها الأخوة في هذه المسيرة وفي هذا المساء الجميل وفي مساء الرموز والنواميس، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى شعار هجن الرئاسة والسيطرة الواضحة على الهواء مباشرة. الله 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 من قبل منصورة وتضميرها عند سعيد بن شطيط الوهيبي على المركز الأول. انتقل إلى المركز الثاني وإلى الشاهنية المملوكة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحق الهاجري في التضمير على المركز الثاني الآن. المركز الثالث هناك بشاير المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سالم بن فاران المري يضمرها على المركز الثالث ودور المركز الرابع، والتدخل من حاملة الرقم أربعة هي الشبكة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي الله يا أبو سالم، بينما هناك التسلل من شعار هجن العاصفة العنود وتضميرها عند حمد بن راشد بن غدير على المركز السادس والمركز السابع أيها الأخوة. فهناك التسلل أيضا من الجانب الآخر، هناك شنذارة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير هذه على المركز السابع، بينما على المركز الثامن أيها الأخوة فهناك الرعبية. الله يا هذا الاسم الرعبية ويا هذا الطير الطائر مع اسم الرعبية المملوكة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان وحامد بن علي بن أحمد على المركز الآن الثامن وتاسع المراكز. فهنا مقصصة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري على المركز التاسع والمركز العاشر لا زالت تشهد على المركز العاشر المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، هو يتابعها. الله 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 النداء الثاني أيها الأخوة لهذه الأسماء الكبار العشرة المراكز الأولى، السيارة هناك بانتظار الفائز الأول. يا لها من منافسة قوية، أعود إلى المقدمة، أعود إلى هذا المنظر الرائع، والكادر الأول كادر قناة أبو ظبي الرياضية الذي يلتقط المراكز المتقدمة والمتقاربة جدا من بعضها البعض. ولكن أشوف هناك بشاير من بدت تبشرها لقطر بالخير حتى هذه اللحظات المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سالم بن فاران المري يضمرها على المركز الأول المركز
المركز الثاني هناك ما بين شنذارة والعنود، الثنتين لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع هنا من قبل منصورة المملوكة لهجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي يقودها مضمرا على رابع المراكز. المركز الخامس هنا الشاهينية المملوكة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحق الهاجري على المركز السادس الآن. بينما هنا التدخل من هذه القوية هنا الشبكة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي على المركز السابع أو المركز السادس. بينما سابع المراكز فهناك الرعبية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان وحامد بن علي بن أحمد مضمرا في هذه الانطلاقة. الثلاثة ونصف ما تبقى انتقل إلى اسم آخر، انتقل إلى اسم بنت مقصص أو مقصصة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري يتابعها. وعلى المركز العاشر فهناك المجموعة الأخرى من قبل شهد المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود وعبد الرحمن بن سلمان العتيبي في هذه المسيرة. لكن أشوف الأمور هناك، أشوف التغييرات، أشوف شنذارة، شنذارة على مقدمة الشوط تحملت هذه القيادة المملوكة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير على التضمير والمركز الأول الآن. بينما المركز الثاني فهناك أيضا شعار هجن العاصفة من قبل العنود وكذلك حمد بن راشد بن غدير يتابعها. على المركز الثاني المركز الثالث منصورة لهجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي يقودها مضمرا على ثالث المراكز. المركز الرابع هنا بالشاير والبشرة سارة في هذا المساء الجميل مع الفوز بالأشواط الأولى. الله الله، أعود إلى بشاير المملوك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري الذهبي يتابعها بهذا الأداء المتميز ويبحث عن نقاط متكررة. انتقل إلى المركز الخامس، هنا الوصول أيضا من قبل الشاهنية وهذا الاسم الكبير الذي يشاركنا الشاهنية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحق هو يتابعها. على المركز الخامس، المركز السادس، المركز السادس الشبكة المملوك لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي. سادسا المركز السابع، هنا الوصول من قبل مقصصة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحمير يتابعها. ولكن شهد، ويا محلى شهد، وهي تنتقل من العاشر إلى الثامن أو إلى السابع في هذه اللحظات. المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود وعبد الرحمن بن سلمان العتيبي هو صاحب الخبرة، هو صاحب التكتيك، هو صاحب الأوامر. المركز التاسع هنا وصول من الشهامة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعيد بن راشد الزعبي، روح يا أبو راشد هناك في المقدمة. المركز العاشر وهنا وصول من قبل التلة وأول إذاعة للتلة على عاشر المراكز وتحمل لنا شعار هجن الرياسة وتضميرها عند راشد بن بخيت بن مقارح المري على المركز العاشر. إذن العطاف الأخير والكيلوين الأخيرات والسيارة هناك بانتظار الفائز الأول. يا لها من قوة، يا لها من إثارة، يا لها من منافسة شريفة في هذا المساء الجميل. هناك شنذارة وهناك هناك بشاير من تسللت إلى مقدمة هذا الشوط، والبشرة سارة، البشرة سارة في هذه الانتقالة وفي هذه المقدمة. وهذا هو الكادر الأول من يرصد لنا اسم بشاير المملوك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد الثاني، وهناك سالم بن فاران المري الذهبي يتابع هذا الاسم الكبير مع بشاير. المركز الأول، المركز الثاني شنذارة المملوك لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن قدير في التضمير. بينما على المركز الثالث الشاهينية انطلقت انطلاقة الناموس، انطلقت انطلاقة التحدي الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحق يضمرها. على المركز الثالث، المركز الرابع والتحركات من منصورة لهجن الرياسة وسعيد بن شطيط الوهيبي على رابع المراكز. المركز الخامس هنا التسلل أيضا من هذا الاسم وهذه المميزة من شهدت هناك
الانتقال الواضحة الشهامة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني وسعيد بن راشد الزعبي يتابعها. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى القوة. من هناك في المقدمة؟ هناك بشاير وهناك شنذارة، بشاير وشنذارة. الناموس وين؟ التحية حائرة، الناموس حائر. هل هناك شنذارة؟ وهم هناك تكون بشاير من تبشر بالخير. وهناك على المركز الثالث الشهامة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني. انطلقت الذلل، انطلقت ابكار الثنايا في هذا المساء الجميل إلى الناموس وشنذارة. شنذارة، شنذارة انطلقت، انطلقت الخير، انطلقت التحدي، انطلقت. ولكن بشاير، بشاير، بشاير تبشر بالخير والأمور لصالحها، الأمور لصالحها. والسيارة تغادر في حفظ من الله ورعايته. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس. والبشرى سارة، قلتها من أول كيلو في هذا المساء، البشرى سارة. يا سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هذه هي على الميتين متر نهاية وتدخل. خلاص فازت بالسيارة، غادرت بالسيارة، المركز الثاني شنذارة. ولكن خلاص الشوط، شوط النمر وشوط الفوز وشوط الخير وشوط الانتصار. البشرى السارة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. سالم بن فاران الذهبي مشكور على المركز الأول، المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، المركز الرابع لهجن الرئاسة، المركز الخامس لصاحب السمو الملكي التركي بن محمد آل سعود، المركز السادس لهجن الرئاسة، المركز السابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. إذن التوقيت الزمني، شكرا للمخرج، التوقيت الزمني هو 12 دقيقة 53 ثانية وسبعة أجزاء. بشاير من بشرت بالخير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكذلك الشكر للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس أيها الأخوة الكرام، زميلي تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين والمضمرين وكل المرشحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، كذلك بدوري أجدد لكم التحية في هذا المساء وأشواط التنافس، أشواط اللقاء الجميل والتحديات في هذا التألق الجميل في مساء هذا اليوم، مساء الثنايا والتنافس في هذا المساء الجميل وفي هذه الانطلاقات الرائعة في هذه التحديات الجميلة. مسار أشواطنا مستمر في أرضية هذا الميدان، 8 كيلومترات، والرقص مع الكبار في رياضتنا العربية الأصيلة في سباقات الهجن، الأثارة والتحديات. الشوط انطلق قبل قليل حاملا في طيات الكثير من الأسماء من الجعدان الثنايا المحليات، جعدان